فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى للإجابة عن أسئلة حضراتكم أبدأ الحلقة كعادتي بمسألة فقهية خلافية ومسألة الليلة هي في الوضوء من حمل الميت كنت تكلمت في الحلقة السابقة عن الغسل من غسل الميت وبينت أقوال أهل العلم فيها ورجحت أن الغسل من غسل الميت على الاستحباب وليس على الوجوب وأنتقل إلى الوضوء من حمل الميت هل من حمل ميتا عليه أن يتوضأ؟ أنا ذكرت في الحلقة التي تكلمت فيها عن غسل الميت أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ هذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره قلت لو أننا نظرنا إلى الحديث وإلى ظاهر الحديث سنقول إن كما قلنا في الغسل من غسل الميت سنقول أيضا أن الوضوء من حمل الميت على الوجوب لأن الأصل في الأمر الوجوب إلا لو جاء دليل ينزل برتبة الأمر من الوجوب إلى الاستحباب الوجوب هو العزم على الفعل لابد أن تفعل وإن لم تفعل فأنت آثم إنما الاستحباب وليس عزما على الفعل وإنما يستحب أن تفعله فإذا فعلته فأنت مأجور وإن لم تفعله فلا تأثم فأيضا كما ذكرت في الكلام عن الغسل أذكر به أن أهل العلم اختلفوا في الحديث وبالتالي في الحكم عليه فمنهم من ضعف الحديث وبالتالي لم يقل به ومنهم من قال إن الحديث صحيح وضعف الآثار الأخرى الواردة في عدم الوضوء من حمل الميت أو من غسل أو من تغسيل الميت كابن حزم الذي قال بالوجوب ومنهم من جمع وقال كما قالوا في الغسل من غسل الميت قالوا على الاستحباب كذلك أيضا قالوا هنا أنه مستحب وهذا ما عليه جمهور أهل العلم كما ذكرت في كلامي عن الغسل من غسل الميت ذكرت أن قول الجمهور أن الغسل ممن غسل ميت على استحباب وليس على الوجوب وكذلك أيضا هنا قال الجمهور أن الغسل من غسل الميت المعذرة الوضوء من حمل الميت على الاستحباب وليس على الوجوب قيل لعائشة رضي الله عنها عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه ومن حمله فليتوضأ ذكرت أن من أهل العلم
من قال أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة، موقوف على أبي هريرة، فقالت إن هي وهل هي إلا أعواد حملها، يعني تقصد ما يحمل عليه الميت، فما الذي يؤدى إلى وجوب الوضوء؟ للأصل أن البراءة والوضوء يحتاج، ناقض الوضوء يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فهي تقول رضي الله عنها وهل هي إلا أعواد حملها، فذكرت ذلك، يعني تقول إن ليس يعني هذا الكلام على الوجوب، لأن أين الناقض للوضوء. لكن هناك أحكام تسمى تعبدية وأحكام تسمى معقولة المعنى. تعبدية أي إننا لا نعرف العلة أو الحكمة منها، فكمثلا يعني صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 3 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات، صلاة الظهر والعصر سرية، صلاة المغرب والعشاء والفجر جهرية، فهذه العلماء يطلقون عليها أحكاما تعبدية. أي وإن كان تكلموا عن الحكمة لكن يطلقون عليها أحكاما تعبدية. لكن هناك أحكام معقولة المعنى، يعني الحكمة تكون واضحة منها، كمثلا التخفيف عن الصائم عندما يسافر أو عندما يمرض، فلأن السفر مشقة، مظنة المشقة، وكذلك المرض مظنة المشقة، فالله سبحانه وتعالى خفف عن الصائم وعن المسافر، فخفف عنهم الصيام إلى الإفطار ثم القضاء بعد ذلك عند عودة المسافر وعند شفاء المريض. فهذا يسمى بحكم معقول المعنى. حكم التعبدي العلة أو الحكمة لا تكون واضحة جلية، وكما ذكرت وإن كان يعني بعض أهل العلم كابن القيم مثلا في كل دليل يجد له حكمة، لو بحثنا سنجد الحكمة، لكنها لا تكون ظاهرة جلية كما في الأحكام معقولة المعنى. فلو قلنا إن الغسل من غسل الميت أو نتكلم هنا عن الوضوء من حمل الميت، لو قلنا هو حكم تعبدي، إذن لا سبيل لإعمال العقل في توجيه الحديث، ولا سبيل إلى أن نقول يعني كما إن هي إلا أعواد حملها. لا لو أن قلنا إن هذا حكم تعبدي، حكم تعبدي. فالجمهور كما قلت على أن الوضوء من حمل الميت على الاستحباب، وبعض أهل العلم قالوا بل يتوضأ استعدادا للصلاة على الميت، كأن في الكلام تقديم وتأخير، فهو يستعد لحمل الميت، وإن كان ذلك يبدو لي يعني بعيدا، لكن أنا أنقل ما قاله يعني بعض أهل العلم. نعم، أرجح والله أعلم ما عليه الجمهور أن من حمل ميتا وأراد أن يتوضأ فليتوضأ على الاستحباب، ولكن حمل الميت ليس بناقض للوضوء، ليس بناقض للوضوء، فإذا توضأ فبها، وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، وهذا ما أرجحه والله أعلم. ثم أنتقل إلى الأسئلة التي وردت من حضراتكم. سؤاله الأول: متى يبدأ المسافر في قصر الصلاة؟ متى يبدأ المسافر
في قصر الصلاة. يبدأ المسافر في قصر الصلاة عندما يغادر عمران بلده، عامر بلده. فعندما يعني أنت مسافر الآن ستذهب إلى أي مدينة، فعندما تغادر عامر بلدك أي عمران بلدك وتبدأ في طريق السفر، فهنا تترخص تبدأ في قصر الصلاة، تبدأ في قصر الصلاة. يقول أنس رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. هي ذو الحليفة أبار علي، الآن سمى أبار علي رضي الله عنه، والحديث في البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة صلى الظهر أربع ركعات، ثم في طريق السفر لما غادر عامر المدينة وبدأ في طريق السفر وصل إلى ذي الحليفة فقصر صلاة الظهر وصلى ركعتين. إذن متى نبدأ في قصر الصلاة؟ إذا غادرنا عمران المدينة التي نحن منها وبدأنا في طريق السفر، فهنا نترخص برخص السفر اللي هو قصر الصلاة. الكلام عن قصر الصلاة. ثم يسأل أيضا أو تسأل عن الأيام التي يسافرها المسافر ويجوز فيها أن نقصر الصلاة. هذه مسألة خلافية. لماذا هي خلافية؟ لأنه لم يرد فيما أعلم حديث صريح صحيح في الأيام المدة التي يقصر فيها المسافر الصلاة. ستقول وردت آثار صحيحة، أنا أذكر أقول حديث صحيح صريح. صريح يعني يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من سافر أربعة أيام له أن يقصر الصلاة، أو من سافر 15 يوما له أن يقصر الصلاة. لكن الصحابة والعلماء من بعد الصحابة نظروا إلى وقائع في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي سفره، فاستنبطوا وأخذوا من هذه الوقائع المدة التي يجوز فيها للمسافر أن يقصر الصلاة. لذا اختلفوا. فوجدنا أن أكثر أهل العلم هم الجمهور قالوا إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر فإنه لا يقصر الصلاة، يلزمه الإتمام، على خلاف بين أهل العلم هل يحتسب يوم السفر يوم يعني الخروج يوم الدخول عندما كانوا يسافرون بالنوق وكذا. فالجمهور قالوا إذا نوى، أنت تعرف أنك ستقيم في مكان سفرك أكثر من أربعة أيام، خمسة أيام، ستة أيام، سبعة أيام، فليس لك أن تقصر الصلاة. الجمهور على ذلك. والحنفية وبعض أهل العلم قالوا أن المدة ليست أربعة أيام بل 15 يوما، فإذا نوى أن يقيم أكثر 15 يوما أو أكثر لم يقصر الصلاة. فهذا، وهناك من أهل العلم من أطلق المسألة وقال هو مسافر، وطالما هو مسافر فله أن يقصر الصلاة، له أن يقصر الصلاة. لكن الجمهور على ذلك. وهذه المسألة سأعود إليها تحقيقا في بداية حلقة من الحلقات عندما أتكلم عن الخلاف بين أهل العلم في مسألة فقهية، فسأعود إليها بإذن الله رب العالمين وآتي بأدلة كل فريق من أهل العلم. لكن هنا أقول إن الجمهور على أن من نوى السفر أكثر من أربعة أيام فليس له أن يقصر الصلاة، مسألة أخرى، طيب لو أنه سافر لقضاء حاجة ولا يعرف
متى ستنتهي الحاجة ومتى سيعود، أي إنه علق مدة السفر على قضاء الحاجة التي سافر من أجلها، فهنا له أن يقصر الصلاة، لو أن يقصر الصلاة إنه لم يعزم الإقامة كالحالة التي ذكرته قبل ذلك، هذا قبل السفر حدد وقال أنا سأقيم 5 أيام 6 أيام سأقيم أسبوعا سأقيم 3 أيام، فهذا الذي ذهب الجمهور إلى أنه إذا أقام 4 أيام ونوى الإقامة 4 أيام فليس له أن يقصر الصلاة، ليس له أن يقصر الصلاة. أما إذا سافر من أجل قضاء حاجة ولا يعرف متى يعود فله أن يقصر الصلاة، لأن هنا لم يعزم على مدة السفر ولا يعرف، لو انتهت حاجته اليوم سيسافر، لو انتهت حاجته غدا فإنه سيسافر، فالإقامة هنا والسفر مرتبط بالحاجة التي يريد أن يقضيها، والله أعلم. يسأل أو تسأل عن حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى وجهه وكفيه، فتسأل أو يسأل عن هذا الحديث، هل صح أم لم يصح؟ يا أسماء إذا بلغت المرأة، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أسماء، أسماء أخت عائشة رضي الله عنها، أخت الكبرى لعائشة رضي الله عنها، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض، أي إذا بلغت المرأة وصلت إلى البلوغ، فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث ليس بصحيح، ليس بصحيح، وفيه علل كثيرة، علل كثيرة. ففيه الوليد ابن مسلم في إسناده، والوليد ابن مسلم من المعروف أنه يدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، وقد عنعن هذا الحديث، قد عنعن هذا الحديث. تدليس التسوية ليس كتدليس الإسناد، ففي التدليس، تدليس الإسناد، فإننا المشتهر عنه التدليس، فإننا نجمع الروايات وننظر، لو قال عن وهو مدلس فإننا نتوقف في رواياته ونجمع الروايات، فإذا وجدنا في رواية أنه صرح بالسماع فنحمل العنعنة هنا على الاتصال. فالغير متخصص ربما يقول وما أدراك، فلعله يكذب، إيه المشكلة يعني أنه بدل ما مرة يقول عن ومرة يقول حدثني وهو لم يسمع، لا، المتخصص هذا غير متخصص، مسألة عنده تكون يعني هو لا يعرف يعني إيه هذه المسائل، لو أنه لم يسمع وقال حدثني فهذا عند المحدثين كذاب، كذاب، وهذا ترد جميع مروياته، ترد جميع مروياته أنه كذاب، أنه كذاب على تفصيل في ذلك. فالمسألة ليست هينة هكذا، يعني إيه المشكلة نقول حدثني أو سمعت ولم يسمع شيئا، فنقول هنا يكون كذابا، تقول وكيف يعرفون، لا، المسألة علماء الحديث يعرفون كل شيء عن الرواة، عن الرواة، ويعرفون كل راو ماذا عليه وماذا له، وهل هو مضطرب، هل هو كذاب، هل هو كذا، هل هو يتوهم، مسائل كثيرة جدا. فالعلماء إذا ثبت الكذب على راوي وهو لم يسمع وقال سمعت فهذا كذاب، وترد مروياته في يعني إيه على الإطلاق، لكن في تفصيل في هذه المسائل. فهنا معنى الوليد بن مسلم ويدلس تدليس التسوية، لا يدلس فقط عن شيخه، إنما هو يدلس في جميع الإسناد، فيحذف الضعفاء بين الرواة، يعني بين الثقات، يحذف الضعفاء بحيث يبدو السند
في الظاهر أنه صحيح وهو ليس كذلك، وتدليس التسوية شر أنواع التدليس. ففي الإسناد الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم وهو عن هذا الحديث، هذه العلة الأولى. العلة الثانية في الحديث أن فيه سعيد بن بشير، سعيد ابن بشير وهو ضعيف، وهو ضعيف نعم. وأيضا في السند قتادة وهو مدلس وقد عنعن، قتادة مدلس وإن كان لا يدلس تدليس التسوية لكن مشهور بين أهل العلم أنه مدلس وعنعن الحديث ولم يصرح فيه بالسماع. كما أن فيه علة رابعة أن خالد ابن دريك وهو راوي الحديث عن أم المؤمنين عائشة التي حدثت بهذا الحديث أم عائشة رضي الله عنها، فخالد ابن دريك الذي روى هذا الحديث لم يدرك عائشة، رضي الله عنها، كما ذكر أبو داود راوي الحديث إذن هذا الحديث ليس فيه علة واحد وإنما فيه كما رأينا أربع علل. تدليس التسوية الوليد بن مسلم، ضعف سعيد بن بشير، تدليس قتادة وقد عنعن الرواية، خالد بن دريك من روى الحديث عن أم المؤمنين عائشة لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وبالتالي فالحديث ليس بصحيح، والله أعلم. يسأل سائل أو سائلة عن حكم صيام يوم السبت منفردا، يعني هل يجوز أن يصوم أو تصوم يوم السبت منفردا؟ في الحديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، افترض عليكم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد، ومن من أهل العلم من حسنه ومنهم من ضعفه، فالإمام مالك ضعفه وقال هو كذب، وقال أبو داود أنه منسوخ، والنسائي قال حديث مضطرب، الترمذي قال حديث حسن. ففي خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ضعف وقالوا هو شاذ كالطحاوي وابن تيمية وغيرهم على أن الحديث لم يصح. فالكثير من أهل العلم علوا هذا الحديث بالاضطراب، وصححه بعضهم كما ذكرت الترمذي، وكذلك صححه الألباني عليهما رحمة الله. وهناك من قال أن الحديث ضعيف وبالتالي لا عمل به، ومنهم من قال هو منسوخ، أبو داود قال هو منسوخ، ومنهم من صححه وقال أنه لا يجوز أن تصوم يوم السبت منفردا، وإنما ضم إليه يوما قبله أو يوما بعده. والجمهور على كراهة إفراد يوم السبت بالصيام، وقالوا لأن اليهود تعظم يوم السبت، لكن قد ترد صورة، هب أن إنسانا يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود عليه السلام، ففي هذه الحالة هو لم يقصد يوم السبت بخصوصه، إنما وافق أنه يصوم يوما ويفطر يوما، فجاء يوم صيامه في يوم السبت فهذا يصوم ولا شيء عليه. فالجمهور على كراهة إفراده بالصوم، والكراهة يعني أنه إن صامه فجاء يعني لم يأتي بمحرم. والإمام مالك
قال أنه يجوز أن يصومه تطوعا ولو مفردا ولو منفردا، وهذا مذهبه وقول عند الإمام أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم، لأن هؤلاء لم يصح عندهم الحديث. إذن في صيام يوم السبت منفردا الخلاف بين الأهل العلم ورد في، لأن حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم لم يتفق أهل العلم على صحته وضعفه، وأكثر أهل العلم على أنه ليس بصحيح، ليس بصحيح. ومن جمع قالوا بالكراهة، قالوا بالكراهة كجمهور أهل العلم، قالوا بكراهة إفراده بالصيام، ضم إليه يوما قبله أو يوما بعده. والله أعلم. قالوا أو السؤال عن حديث من وسع على عياله يوم عاشوراء، من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في سعة سائر سنته، سائر سنته. نعم، هذا الحديث لم يصح، لم يصح. من وسع على عيالي يوم عاشوراء لم يزل في سعة سائر سنته، هذا لم يصح، لم يصح. السؤال التالي، هل يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة بنية واحدة؟ هل يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة بنية واحدة؟ الجمهور على أنه يجوز، على أنه يجوز أن تغتسل غسل الجنابة وغسل الجمعة بنية واحدة، لأن هذا من الأعمال المتداخلة المتداخلة. فقالوا يجوز أن تجمع بنية واحدة ما بين غسل الجمعة وما بين غسل الجنابة. وهناك من قال لا، بل يغتسل مرتين، مرة للجنابة ومرة للجمعة، وأنا لا أرجح ذلك في الحقيقة. قالوا كل واحدة عبادة مستقلة، إنما أرجح ما عليه جمهور أهل العلم من أنه يجمع في غسل واحد بين نية رفع الجنابة وغسل الجمعة. والله أعلم. يسأل أو تسأل عن صيام التاسع من المحرم، يعني نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام العاشر، على صيام العاشر من المحرم، ولكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لئن عشت من قابل أو من قادم، أي العام القادم، لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع والعاشر، لأصومن التاسع والعاشر. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أن اليهود تعظم هذا اليوم، والنبي كان يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم. فقال أنه لو عاش العام القادم فليصومن التاسع والعاشر، ليصومن التاسع والعاشر. أما الحديث الذي ورد عن ابن عباس نصوم قبله يوما أو بعده يوما وفي مسند أحمد، فسنده ضعيف، وفيه ابن أبي ليلى وسيء الحفظ، وسيء الحفظ. فالصحيح هو أن نصوم التاسع والعاشر، التاسع والعاشر. وهذا جمهور أهل العلم على استحباب صيام التاسع والعاشر. والله أعلم.
يسأل أو تسأل هل يجوز، يسأل هل يجوز أن يصلي صلاة النافلة سنة مثلا سنة الظهر البعدية أو المغرب البعدية في المكان في المسجد صلى مع الجماعة، وهل يجوز أن يصلي في ذات المكان الذي صلى فيه الذي صلى فيه دون أن يتكلم أو دون أن يتحرك لأنه سمع من ينهاه عن ذلك، فهل لذلك أصل؟ أقول لذلك أصل، لذلك أصل. فورد أن السائب صلى يوم الجمعة مع معاوية رضي الله عنه، فلما سلم الإمام يقول السائب قمت في مقامي فصليت، أي في نفس المكان يصلي سنة الجمعة البعدية، فأرسل إلي معاوية وقال له لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، والحديث عند مسلم، والحديث عند مسلم، وذلك على الاستحباب يسن، يعني يسن حتى لا يعني يعني تصل صلاة بأخرى، تصل صلاة بأخرى. يسأل أو تسأل عن الهبة، هل لابد للهبة أن يقبضها الموهوب له وأن يتملكها؟ أقول إن من شروط صحة الهبة أن يحوزها الموهوب له، هناك الواهب والذي يهب، والموهوب له هو الذي توهب له الهبة. فمن صحة الهبة عند جمهور الفقهاء القبض، تملك، أن يتملك الهبة، أن يتملك الهبة وتكون في يده، تكون في يده. وورد أن أبا بكر رضي الله عنه وهب لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جزازة 20 وسقا من مال بالعالية، يعني أعطاها 20 وسقا من التمر، من التمر خصها بذلك. قد يتساءل البعض لماذا، لماذا خصها أبو بكر رضي الله عنه بذلك؟ لمكانتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكثرة صدقاتها، وبموافقة يعني اخواتها واخواتها، فمكانتها من النبي عليه الصلاة والسلام ولكثرة صدقاتها، فهذه هبة مسببة، هبة مسببة، فميزها بذلك. فلما مرض مرض الموت فقال يا بنية لعائشة رضي الله عنها كنت نحلتك، أي أعطيتك جزازة 20 وسقا، ولو كنت جززتيه أو قبضتيه كان ذلك، يعني كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. هذا أورده الإمام مالك في الموطأ. أبو بكر رضي الله عنه وهب لأم المؤمنين عائشة هبة، أعطاها تمرا على النخيل، ومرض واستشعر قرب الأجل وسأل أم المؤمنين عائشة يعني جززت التمر، جمعت هذا التمر، تملكتي يعني؟ فقالت لا، لم تجمع التمر بعد. فهنا قال لها أبو بكر رضي الله عنه لو كنت جمعت هذا التمر، أشرح بالمعنى يعني، لو كنت جمعت هذا التمر وهي الهبة في وصارت ملكا لك كانت لا تدخل في الميراث، لا تدخل في الميراث، لكنها لم تتملك، رغم أن أبا بكر أعطاها هذا التمر وميزها بهذا التمر، لكنها لم تتملك هذا التمر، وبالتالي فإن أبا بكر رضي الله عنه قال رديه إلى مال، إلى الميراث، ويقتسم بينكم على كتاب الله سبحانه وتعالى.
إذن من شروط صحة الهبة عند الجمهور أن يتملكها الموهوب له. يعني أنا لا أقول أنا سأعطيك كذا أميزك بكذا، هبة مسببة، وهي المسببة جائزة، وإلا اتقوا الله فاعدلوا بين أولادكم أو بين أبنائكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في غير الهبات المسببة. لكن الهبة المسببة أي التي لها سبب، لها سبب. فمن شروط صحة هذه الهبة أن يتملكها الموهوب له. لكن إذا قلت كلاما مرسلا لك كذا أو لك كذا ولم يتملك الموهوب له، فهنا الهبة لا تصح إذا مات الواهب وتعود إلى الميراث، والله أعلم. ويسأل أيضا عن الهبة بين الأبناء الذكور والإناث، هل تقسم وفق الميراث يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، أم يسوى في الهبة بين الذكور وبين الإناث؟ جمهور أهل العلم على التسوية، على التسوية، فقالوا لأن استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه يعني سووا بينهم أي بين أبنائكم، أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء، أي لك في البر يعني سواء. فقالوا إن البنت يعني الأنثى كالذكر في وجوب برها لأبويه، في وجوب برها لأبويه أو لأبيه من يعطيها، ففي وجوب البر عليها، كما أن الذكر يجب عليه أن يحسن البر، يحسن لوالديه، كذلك البنت، كذلك البنت. لذا الجمهور قالوا إن الهبة إذا أردت أن تعطي أبنائك هبات فسوي بين الذكور وبين الإناث، ولا تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني تعطي الذكر ضعف الأنثيين. حنابلة وبعض أهل العلم يرون أن الهبة تكون وفق الميراث، يعني مثل الميراث، فقالوا أن الهبة أيضا تكون كالميراث، والذكر يأخذ ضعف البنت، يأخذ ضعف البنت. والإمام أحمد قال أحب أن تكون الهبات وفق الميراث في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الجمهور كما ذكرت على أنه يسوى بين الذكور والإناث في الهبات، في الهبات. ميراث كما نعلم الذكر يأخذ ضعف البنت، ضعف البنت، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن الهبة هو ما يهبه الأب أو تهبه الأم في حياتهما للأبناء، فالجمهور قال سووا بينهم اعطوا الذكر مثل الأنثى. حنابلة وبعض أهل العلم قال اجعلوها كالأنصبة في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. هناك يعني أسئلة كثيرة، سأتوقف عند هذا القدر، وإن شاء الله قدر الله لنا أن نلتقي فأعود إلى أسئلتكم بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.